للتعليق أكثر وللحديث تنضم إلينا هاتفيا من الرياض استشاري الأمراض المعدية الدكتورة فاطمة الشهراني. حياك الله دكتورة فاطمة معنا على التاسع. في البداية دكتورة، هل هناك مبررات علمية لتعليق بعض الدول الأوروبية العمل بلقاح أكسفورد؟ يعطيكم العافية. طبعا نفت وكالة الأدوية الأوروبية، وزارة الصحة في كندا، ووكالة الأدوية البريطانية، كلهم نفوا ارتباط الأعراض الجانبية التي ذكرت باللقاح. اللي حصل هو تعليق مؤقت لفحص اللقاح، وكان إجراء احترازي فقط. فأحب أطمن المشاهدين أن اللقاح أعطي الملايين من البشر وأثبت فعاليته وأمانه، ومتوفر الحمد لله عندنا ولا زال يعطى، وهو متوفر لجميع المواطنين ومقيمين. وإحنا يعني صحة المواطن تهم الحكومة، وهو متوفر بشكل كبير في أكثر المراكز الصحية، والتسجيل في التطعيم سهل جدا. واللقاح الموجود عندنا هو من أفضل اللقاحات عندنا، فايزر وأكسفورد، وما تم إثبات خطره هو المرض ومضاعفاته وليس اللقاح. نعم دكتورة، هناك تساؤلات كثيرة حول استخدام لقاح أكسفورد وربما الآثار الجانبية التي تظهر على متلقي هذه الجرعات. ما هي أبرز ربما التساؤلات التي أثيرت وأنت أيضا تجاوبين عليها اليوم من خلال الإخبارية؟ كان في تساؤلات عن بعض الأعراض الجانبية مثل التجلطات، لكن لم تثبت أن لها علاقة في اللقاح وإعطاء اللقاح. نعم دكتورة، اليوم يعني تشهد المملكة ربما حملة تطعيم كبيرة تقوم بها المملكة ممثلة بوزارة الصحة، كيف تتابعين الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على تناول هذه اللقاحات؟ إقبال كبير الحمد لله، وأمور اللقاح عندنا سلسة جدا، وتطبيق موجود الكل يقدر يسجل فيه، وموجود ومتوفر الحين في أكثر المراكز الصحية، فلا عذر لمن يعني لم يتلقى اللقاح. شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة الشهراني، كنت معنا هاتفيا.